قضاء مستقل وكفء ونزيه ومحايد وفعال. كل ذلك متوقف على إدراج ضمانات الاستقلالية في القوانين التنظيمية المتعلقة بمحكمة النقد وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مع الحرص على جعل احترام وضمان كل الشروط والتدابير الكفيلة بتحقيق استقلالية السلطة القضائية من أولى الأولويات. وعلى ضوء مستجد التقديم الرسمي لميثاق إصلاح منظومة العدالة المتضمن لتوصيات الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ومساهمة من جمعية عدالة في قراءة تفاعلية مع مضامين الميثاق في شقه المتصل باستقلال السلطة القضائية، وفي تفاعل أيضا مع ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة المحدد في 6 أهداف استراتيجية حدد هدفها الأول لموضوع توطيد استقلال السلطة القضائية، وارتباطا بمعالجة الميثاق لهذا المحور، حيث وضع له 7 أهداف فرعية، كما خصص له هدف فرعي للآليات وإجراءات وأجالات التنفيذ حددت في سنتي 2013 و2014. ينظم هذا اللقاء الدراسي وهدفه فتح النقاش حول سبل تدبير المرحلة المقبلة في ضوء المعطيات المتعددة، وأن الأهم يكمن في التفكير في كيفية بلورة مضامين ذات الصلة بآليات وإجراءات التسريع بالتنفيذ بغية بناء مرتكزات قوية للسير بمنظومة العدالة نحو الاستقلالية والفعالية والنجاعة وتكريس حماية القضاء لحقوق المواطنين والمواطنات. Permettez-moi d'abord de vous exprimer ma fierté et celle de mon pays, les Pays-Bas, d'avoir modestement contribué au financement de ce projet avec l'association Adala. S'il vous plaît, dites-moi si vous ne l'entendez pas, parce que comme ça, ça quand même ce discours ne serait à rien. Le moment de lancer ce projet n'était certainement pas choisi au hasard. Je me permets d'attribuer ce choix à l'expérience et à clairvoyance de nos chers amis de l'association Adala. Ce projet ne pouvait avoir un meilleur timing ni de meilleures conditions. Il y a un peu plus d'un an, un grand chantier de réforme de la justice a été ouvert par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce chantier est un signal très fort de la volonté royale du gouvernement, c'est-à-dire du Maroc, de continuer sur le processus de réforme déjà entamé au Maroc depuis plusieurs années. La grandeur et l'importance de ce chantier laissent de l'espace à tous les acteurs marocains pour apporter leur contribution. Et l'association Adala est intervenue dans ce cadre-là. Et nous sommes heureux de constater que les conclusions et les recommandations de la charte de la réforme de justice et de la présente étude convergent. Partout dans le monde, mettre en place et maintenir l'état de droit et la bonne gouvernance nécessite un effort continu. L'expérience néerlandaise le prouve aussi parce que nous en travaillons chaque année, chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Ce n'est pas facile. Mais également, c'est une nécessité, c'est une tâche pour le Maroc, qui a adopté une nouvelle constitution en 2011 et qui doit harmoniser son judiciaire en conséquence. شركائنا على مستوى جمعية عدالة حددوا مجموعة من المعايير التي سوف تشكل مرجعية هذه الدراسة. فالمعيار الأول كان مطلوب من هذه الدراسة أن تقوم بعملية تشخيص. هذه الدراسة كان مطلوب منها أن تقوم بعملية مقارنة بين ما هو موجود على المستوى الوطني وما هو موجود على مستوى الأنظمة القانونية المقارنة. هذه الدراسة مطلوب منها طبعا أن تقف على وضعية السيدات والسادة القضاة على مستوى الممارسة المهنية، على مستوى المعطيات والإحصاءات والدراسات. طبعا هذه الدراسة كان مطلوب منها أن تقوم بعملية تحليل لتلك المعطيات من أجل الوصول لنتائج وخلاصات. شكلت
هذه المرجعيات النقط الأساسية التي اعتمدنا عليها على مستوى الطرح. بالنسبة للأهداف التي حددت في علاقة بهذه الدراسة، طبعا هذه الدراسة حددت لها مجموعة من الأهداف، فالهدف الأول المرتبط بها الدراسة هو أن نقوم بعملية تحليل عام لكل المعيقات المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية. ثانيا أن نحاول أن نقدم مدخلا للنتائج المرتبطة بهذه الدراسة. ثالثا أن نقترح مجموعة من الاقتراحات بالمواساة مع تم التوصل إليه ارتباطا بالتشخيص انطلاقا من التحليل وانتهاءا بالنتائج. طبعا هذه الدراسة كان عليها أن تجيب عن مجموعة من التساؤلات المطروحة. من التساؤلات المطروحة في علاقة بهذه الدراسة، وضعية البنايات والمحاكم أو كل ما له علاقة بفضاءات العمل بالنسبة للسيدات والسادة القضاة.